قلت أبيات من وحي هذه الآلام من مجزرة العراق إلى مجزرة فلسطين إلى المجزرة المعنوية التي نعيشها نحن القطعان الآدمية على مسرح الأمة العربية والإسلامية. أقول وقد دفعني الألم لهذا القول من أجل أن أحافظ على استعلائي وأن أزرع في نفوسكم استعلاء. أقول الشمس لا تزول، الشمس لا تزول، بل تنحني لمحو ليل آخر في ساعة الأفول. الشمس لا تزول بل تنحني لمحو ليل آخر في ساعة الأفول. أقول يبالغ القيظ بنفخ ناره وتسطل المياه في أوارها، لكنها تكشف للسماء عن همومها وتكشف الهموم عن غيومها، وتبدأ الأمطار بالهطول فتولد الحقول. أقول تعلن عن فراغها دمدمة الطبول، طبول أمريكا وأعوانها وكلابها، والصمت إذ يطول ينذر بالعواصف الهوجاء من شعبنا من أمتي يحمل وعدا صادقا بثورة السيول. أقول كم أحرق المغول، كم سحقت سنابل الخيول، كم دمر الصليب في حملاته وشرح ذا يطول. وقبل هذا كله كم رد من نبي، كم صد من رسول، كم طفقت تبحث عن عقولها العقول في غمرة الذهول. وبعد هذا كله أعود فأقول أخاطب من ذكورنا رجالنا، رجالنا الفحول. أقول ها أنت ذا تقول، ها هو ذا يقول، ها هي ذي تقول، وها أنا أقول. من يمنع القول من الوصول؟ من يمنع الوصول للوصول؟ فلنبذر الحبوب وسنحصد المحصول. أقول عودنا الدهر على تعاقب الفصول، ينطلق الربيع في ربيعه فيبلغ الذبول، ويهجم الصيف بجيش ناره فيسحب الذيول، ويعتلي الخريف مد طيشه فيدرك القفول، ويصعد الشتاء مجنونا إلى ذروته ليبدأ النزول. أقول لكل فصل دولة لكنها تدول، لكل كفر صولة لكنها تزول. أقول قولي وأستغفر الله، اللهم هل بلغ، اللهم فشد.